الإمام أمير المؤمنين يقول: تخففوا تلحق. إنسان يجب عليه أن يربي نفسه على الخشونة. ما أقول خشونة حتى تمرض، لا أبدا، معناه أنه الإنسان ما يهتم بالدنيا، بملابسه، بمأكله. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يأتون شباب أو شيوخ، قسم منهم يأتون للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مختلف الأماكن، إذن ما عندهم مكان. وفي ذلك اليوم فقر مدقع في الجزيرة العربية ككل وفي المدينة بصورة خاصة. الرسول صنع لهؤلاء صفة في المسجد، صفة يعني شوية مكان مرتفع، وكان عددهم 400، وقسم منهم ما عنده من الملابس إلا فوطة وزرة فقط، وينامون هناك على الأرض وتحت رحمة السماء. والرسول كان قرر لهم كل يوم، كما يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه في حديث، مد من التمر، تمر فقط. وكان الرسول صباحا عصرا يمر عليهم، وكان يشربون الماء من نهر أجراه الرسول من داخل المسجد. والماء همج، لأن مو ماء مصفى ولا ماء عاد. النبي ذات يوم مر عليهم، قال لأحدهم: يا رسول الله، لقد أحرقنا من التمر، نأكل تمر يومية، أحرق بطوننا التمر. الرسول قال: سيأتي زمان تقبل الدنيا عليكم، لأنهم متأذين. قال: يا رسول الله، واشوقاه إلى ذلك الزمان. الرسول قال لهم: لا، يومكم هذا خير من ذلك. هذا اليوم هذا اليوم يربي مجاهدين، هذا اليوم يربي الكفاءات، هذا اليوم يربي الشخصيات. هؤلاء صاروا قراء القرآن، هؤلاء صاروا بعثات الرسول إلى القبائل، بعثات الرسول إلى الملوك.